السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم في قناه غاوي احمد مغزار. طبعا لو انت جديد اتمنى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس واعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل الناس. حلقتنا ان شاء الله النهارده من قلب الغيه يا جماعه، جبنا حمامتين كويسين. طبعا اي حاجه ببيعها او باجي انزلها او بشتريها او كلام من ده لازم اشارككم الحلوه والوحشه كلنا مع بعض يا جماعه، تمام؟ بالنسبه للناس اللي بتكلمني على عايزه تشتري حمام كويس وحمام جميل، انت عايز تشتري حمام كويس بسبب ان الكلفه غلت، الوحشه بتاكل. قلنا قبل كده في الفيديوهات بتاعتنا الوحشه بتاكل والحلوه بتاكل، تمام؟ في نفس الوقت الدكر الاشربندو بتاع الحاج احمد عثمان اللي عندي تحت لما اديته للنتايه بتاع شريف النجار الاشربندوقه جابوا لي اللهم صل على النبي زغليل بخلع في الكتف، لما اديت الدكر للنتايه الثانيه طلع ايه؟ الزغلول طلع جتته كويسه وطلع ما فيهوش خلع ولا فيه اي حاجه. يبقى العيب منين؟ يبقى العيب من النتايه. اصبح كده اللي انا لما اجي اجيب دكر للنتايه اجيب دكر جتته تقيله وحتى ممكن يكون مزفر من تحت او ايه او جناحه ايه، تحس ان جناحه جتته البني القشر بندق دي نازله كده على صدره. ليه بقى؟ عشان يعوض النتايه، وفي نفس الوقت ميزه النتايه اللي انا مش عاوز انزلها النتايه عظمها كويس وعينها كويسه. يبقى انت تحسن نفسك بنفسك، تمام؟ لازم تعمل حمامتين كويسين بسبب الاسعار ديت. انا لسه منزلتش حمام، انا لغايه دلوقتي الكلفه 23 جنيه وانا لسه منزلتش حمام، تمام؟ هنتكلم مع بعض في الفيديوهات الجايه ان شاء الله عن الحمام اللي هينزل، وفي فيديو نزل قبل دوت ان شاء الله اتفرجوا عليه، تمام؟ اللهم صل على النبي. ثلاث اصوص في قلب بعض 300 جنيه، ثلاث قصص في قلب بعض 300 جنيه، قص استراليات ذكر ابن عادات وقص بلق خضر وقص اللهم صنع حلبيات ذكر ازرق وانتهي ذكر حلب ازرق وانتهي حلبيه حمراء. القص فيهم الحلبيات ب 100 والاسترالي ابن العادات واللهم صل على النبي الاخضر الخضر عاملين 150 في قلب بعض بدل 400 يبقى 300 جنيه يا جماعه، محدش بيعمل الاسعار ديت. جبنا حمامتين كويسين هنتفرج معاهم وهقلب لكم حمام الوقت مع بعض وهنشوفهم كل قص مع بعض في العين ازاي، والحمام ده اول ما استقبلته ازاي وهشتغل معاه ازاي واشتغلت معاه فيتامينات وعلاجات ايه مع بعض، تمام؟ بالنسبه للعلاجات بدلهم اللهم صل على علاج السيرموميلا وعلاج رفع مناعه وعلاج الديدان، الحاجه اللي انا بعملها زي ما باين قدامكم كده بكبر الشاشه دوت العلاجات اللي انا شغال بيها. اي علاج حتى دمعه العين ب 10 جنيه يا جماعه. انا ممكن اقول ده بصوا ممكن اقول العلاجات ب 20 و 30 عشان الناس تشتري وكلام من دوت ويقول لك لا ده العلاج الغالي احلى. بصوا زي ما انتم عايزين، مش هقول لكم تعالوا اشتروا منه وكلام، ده حاجه من عند ربنا سبحانه وتعالى وده رزق ربنا كاتبه، تمام؟ هنبص كده مع بعض على الحمامتين يا جماعه، تمام؟ دول حمامتين بالصلاه على حضره النبي، تمام؟ قص طراطير وقص حليسه وقص صوافات، قص طراطير وقص حليسه وقص صوافات، تمام؟ هنقلب حمامه مع بعض وبعد كده نحطهم في الخمس او في المطير بتاعهم، تمام؟ الاضاءه كده كويسه. نبتدي بالطراطير، ده حمام يا جماعه حمام عياله بسم الله ما شاء الله في النش، عياله ابطال مش عارف باين معاكم كده، تمام؟ بصوا الدكر عامل ازاي، دكر بسم الله ما شاء الله، بصوا ما بيتمسكش، دكر بسم الله ما شاء الله ما بيتمسكش. انا عايز ان انا ايه اجيب الكاميرا هنا كده شويه ثواني كده عشان ايه الاضاءه تبقى كويسه. بصوا يا جماعه ده الدكر اهوت، بصوا في الشمس يعني عامله ازاي، دكر بدبوره خضراء، تمام؟ دكر ما شاء الله كويس اهوت، تمام؟ هنسيبه في العين ونجيب النتايه. النتايه قصيره بس النتايه ما شاء الله كويسه، عينيها نفس عين الدكر اهوت، ظبط بس الزوم، تمام؟ الحمام اهي، تمام؟ نبص كده مع بعض عليهم وهم واقفين. تعالوا كده يا جماعه، ما شاء الله
بسم الله ما شاء الله. الذكر طبعا الذكر بسم الله ما شاء الله. هنجيب بقى الحلايسه الاشربوندو، نسيب الكاميرا مكانها. تمام يا جماعه، انا بحب الحلايسه الاشربوندو، او كنت بصراحه بدور عليهم. دهليس اشربوندو. تمام، الجته مش متظبطه كده عشان ايه الشمس. تمام بسم الله ما شاء الله، العين البيضة، ذكر طاير بسم الله ما شاء الله. تمام، الحمام ده يا جماعه حمام الحاج عمرو اللبان، تحياتي لك يا حاج عمرو، شرف ليا والله العظيم اللي تكون حمامه باسمك عندي، تشرفك وتشرف. بصوا يا جماعه حمامه بسم الله ما شاء الله، بصوا العين، بصوا عين الذكر بسم الله ما شاء الله. مش حتى ايه، مش عين وعين او كلام من دوت، لا الحمامه بسم الله ما شاء الله بتتكلم عن نفسها. بصوا الذكر ما شاء الله، الذكر ما شاء الله في طول كويس اهوت، ما شاء الله طول الدراع، وما شاء الله من تحت كويس. تمام، نسيبه نجيب النتايه. الذكر ما شاء الله مكسر الباب. بصوا بقى النتايه ده يا جماعه، النتايه دي ما حدش يقول عليها يعني حلسه، النتايه دي اشرب وندق اشرب وندق. بصوا بسم الله ما شاء الله حاجات، بصوا انا بعشق حاجه اسمها اشرب وندق، بموت في الاشرب وندق عن الفحميات يا جماعه. حمامه برضو بسم الله ما شاء الله، نبص عليهم برضو هم واقفين، تعالوا مع بعض. حمام بسم الله ما شاء الله اهوت، ادي الذكر وادي النتاية. الصوافات، عشان الصوافات بصراحة شكلهم جمال قوي وحلوين قوي. تمام، نظبط بس الباب معلش ثانية يا جماعة. نبتدي بالنتاية ونسيب الذكر للآخر، تبص عليه النتاية قصيرة قصيرة، عينيها عينيها بسم الله ما شاء الله عينها عسل، فيها صنارة خفيفة. بصوا دماغها، بصوا عاملة ازاي نتاية ما شاء الله، نتاية بتتكلم عن نفسها، بنت صوافات النتاية ديت، بنت صوافات. تمام، هنسيبها كده ونجيب الذكر. الذكر بسم الله ما شاء الله الحكاية يا جماعة، وانا بصوا قسما بالله يعني سبحان الله الحاج عمرو حاسس بيا، كنت قالب الدنيا على ذكر مزرزر، ده ذكر مزرزر اهوت. اهداء حاج عمرو اللبان وهداء لكل مشتركينا يا جماعه، ادي الذكر اهوت ان شاء الله. ذكر بسم الله ما شاء الله، يعني بعشق انا المزرزرات دي. تمام، بص على واحنا واقفين مع بعض، وهو واقف قصدي، بسم الله ما شاء الله هذا الذكر اهوت ما شاء الله. دول الحمد لله دول حمامتين كويسين على قدنا يا جماعه، طبعا اي جديد بشارككم بيه. تمام، الحمام دوت حمام بسم الله ما شاء الله، يعني بصوا ايديا مليانه بودره والله العظيم اهي. تمام، الحمام بسم الله ما شاء الله حكايه، بسم الله ما شاء الله حمام شكله جميل، وحمام جميل يعني ايه، احلى حاجه اما تيجي تشتري حمام ما تشتريش حمام من السوق، تشتري حمام من غاوي يعني ناصح وغاوي معروف وغاوي يعني غني عن التعريف يا جماعه. مش انا مش هشكر في الحاج عمرو عشان الحاج عمرو غني عن التعريف بجد والله العظيم،
تحياتي لك يا حاج عمرو، تحياتي لكل الناس. طبعا كانت حلقه بسيطه مش عاوز اطول عليك اكتر من كده، واي حد محتاج اي حاجه يا ريت يكتب لي في كومنت، وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس واعمل لك كده عشان يوصل لكل الناس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.